دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 14 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مقتل استاذ جامعي في بورسودان واحتراق باخرة في الميناء الشمالي ببورسودان. اعتقال أعضاء لجان في مقاومة العباسية بجنوب كردفان ومطاردة وتهديد أعضاء لجان مقاومة في الخرطوم. استمرار إغلاق الطرق في الخرطوم لليوم الرابع وإغلاق طريق الخرطوم بورسودان في العقبة. وكالات الأمم المتحدة تصل مناطق سيطرة الحركة الشعبية لأول مرة منذ 10 أعوام، والوساطة تحدد غداً الثلاثاء آخر موعد لنهاية التفاوض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل أستاذ جامعي في مدينة بورسودان مساء السبت إثري ضربة بآلة حادة في إطار الصراعات ذات الطابع القبلي في الأحياء الجنوبية. وفي الأثناء اعتقلت القوات النظامية نحو 20 شخصا بموجب قانون الطوارئ على خلفية الاشتباكات التي راح ضحيتها قتلى وجرحى. ونعت جامعة البحر الأحمر الأستاذ بكلية علوم البحار محمد عثمان حامد الذي توفى إثر ضربه بساطور ودفن صباح أمس الأحد ببورسودان. من جهتها أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر عن ملتقى للتعايش السلمي بأمانة الحكومة في بورسودان اليوم الاثنين، فيما أعلن الحزب الشيوعي في ولاية البحر الأحمر مقاطعة الملتقى لتأخر وصول الدعوة وعدم طرح والي الولاية رؤيته لقضية التعايش السلمي. ودعا الحزب في تصريح له الحكومة للقيام بإجراءات استيفاء الاستحقاقات القانونية تجاه المشتبه فيهم في كل الأحداث، بجانب ابتدار حوار مجتمعي واسع والتوصيف الحقيقي للنزاعات وأبعادها السياسية. ودعا الحزب والي البحر الأحمر بالعمل الجاد والمسؤول على تفكيك وجود عناصر النظام البائد في إدارة الولاية. اعتقلت السلطات بمدينة العباسية بولاية جنوب كردفان 2 من منسوبي لجان المقاومة بحجة إحداث أضرار في كوبري بمدخل المدينة منذ يوم الأربعاء. وقال حمدان بنداس ممثل لجان المقاومة لراديو دبنجا أن الأجهزة الأمنية اعتقلت كل من صديق هارون يوسف ومحمد التجاني من منسوبي لجان المقاومة في المدينة وأودعتهما في سجن الشرطة منذ يوم الأربعاء. وأوضح بنداس أن السلطات اشترطت إطلاق سراحهما بإزالة المتاريس وفتح الطريق المؤدي للمدينة. واعتبر بنداس الاعتقال كيدي والغرض منه مساومة لجان المقاومة لرفع الاعتصام. وأضاف حمدان بنداس ممثل لجان مقاومة مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا في هذا الخصوص: واتنا ونحن بتوبل الحاجات دي عندنا ناس ممسوكين في الشرطة، قال بتجد انه الناس زي قال اتلفوا كوبري، فما عرفنا ناس زي الجبور ما في زي بقدر اكسر له كوبري عمود مثلا بخرسانة وهناي وهزول ده اللي بوكلين الحاجة كبيرة. من جهة تانية لا يزال اعتصام مواطني العباسية بولاية جنوب كردفان الذي تجاوز الاسبوع الثالث مستمر وسط رفض لجان المقاومة لقاء والي الولاية حامد البشير بكادوبلي. وقال حمدان بنداس ممثل لجان المقاومة بمدينة العباسية لراديو دبنجا إن حامد البشير والي الولاية تقدم بدعوة للجان المقاومة في العباسية بإرسال 4 من منسوبيها لمقابلته في كادوغلي أمس الأحد، إلا أن لجان المقاومة رفضت الدعوة واعتبرت تلبية الدعوة خيانة لمواطني المحلية. وأوضح بنداس إن والي الولاية تجاهل قضايا سكان محلية العباسية بينما اهتم بقضايا مشابهة لسكان محليات أخرى ما اعتبرته لجان المقاومة انحيازا من الوالي. وذكر إن لجان المقاومة طالبت بحضور لجنة أمن الولاية إلى محلية العباسية تقلي أو إصدار قرارات في المطالب التي رفعت إلى والي الولاية. وأضاف حمدان بنداس ممثل لجان المقاومة بمدينة العباسية لراديو دبنجا في هذا الخصوص: حين الوالي ده ما قاعد يحكم محلية القوس ولا والي جايبينه لمنطقة محددة، ده والي بتاع جنوب كردفان. إذن لو في ذلك تعرض شوكة في أي مكان واشتكى أنت مفترض تصله وتجي تسأل منه الحاصل له شو. والي جنوب كردفان الآن بتعامل تعامل بتاع تمييز، نحن نعتبره تمييز مناطقي وتمييز حتى بالنسبة لنا نعتبره عنصر جدا جدا. لما حصل الحاجة دي في منطقته فهرع هناك ومشى ورفض انه يجي للمواطن العباسي اللي حد الان هو معتصم له 24 يوم او 23 يوم معتصم بحقوق،
او مطالب حقيقيه ومشروعه وبيشتكي من الامن وحتى الخدمات، فما ممكن احنا نخون الكلام ده كله ونمشي نقابل الوالي هناك عشان نقعد معه. من جهتها أكدت صفاء عمر رحمة ممثلة المرأة بمدينة العباسية بوقوع حوادث اغتصابات لطفلات والنساء في المزارع، وقالت صفاء لراديو دبنجا في لقاء عبر برنامج قضايا الشباب إن المرأة في محلية العباسية من أكثر الشرائح المتضررة من التدهور المري للأمن في المحلية، وذكرت إنه المرأة الآن لا تشعر بالأمن سواء في منزلها أو في الطرقات العامة، وإنهن توقفن تماما من الذهاب للمزارع، وهذا ما دفعهن للمشاركة بنسبة أكبر من الرجال في الاعتصام الحالي بالمدينة، وطلبت السلطات بالتحرك العاجل لتوفير الأمن. وأضافت صفاء عمر لراديو دبنجا من مدينة العباسية في هذا الخصوص: والله أنا بقول توفير الأمن مهم في كل منطقة، يعني ناس في منطقة العباسية على وجه الخصوص هم فقدوا الأمن تماما، طالما إنه الزول فقد الأمن في 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 بيته مثلا، تاني يتوفر له الأمن وين مثلا غير البيت؟ لأنه أنت بتكون موجود في بيتك، يجي زول يتلب عليك، ينهبك، يقتلك، ما معروف يعني شو اللي بيحصل شنو. يعني أهم شيء توفير الأمن، ثم بعد ذاك يعني التنمية مهمة، لو ما في أمن ما في أي حاجة، ما في استقرار، ما في اقتصاد، ما في زراعة، فالناس لو ما زرعت ما حتقدر تعمل أي حاجة، وناسنا بيجاي يعني هم معتمدين اهتمام كلي على الزراعة. من جهة تانية طالب أحمد المنصور الجيلي أمير قبائل تقل العباسية بضرورة حدوث تغيير حقيقي مؤسسي شامل بعقول ثورية ووطنية، وقال الأمير أحمد المنصوري لراديو دبنجا في لقاء عبر برنامج قضايا الشباب إنه نظام البايت هو الذي أضعف الإدارة الأهلية بالمنطقة عبر سياسة فرق تسد حتى لا يشاركه أحد في اتخاذ القرارات، وأوضح إنه نظام البايت قام بتسليح عناصر وافدة ضد سكان المنطقة من زمجيه للسلطة، وأوضح إنه سياسات النظام البايت لا تزال مستمرة حتى الآن بعد سقوطه عبر مؤسساته التي لا تزال موجودة، وأكد تعرض المنطقة لخراب كبير، وقال ما بهد علينا بال إلا نعيد الأمر إلى ما كان عليه في السابق ويستقر المنطقة. ودعا المنصوري الشعب السوداني بالتفكير بالعقل الثوري، ودعا ذوي الكفاءات الحقيقية بقيادة الثورة وتصحيحها لخدمة أهداف الثورة، كما دعا طرفي التفاوض في جوا بعدم تصعيب الوصول لاتفاق السلام. وأضاف أحمد المنصور الجيلي أمير قبائل تقل العباسية بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا في هذا الخصوص: نحن عايزين أي نظام جديد فعلا يكون عندنا اعتبار عنده حقيقي، لأنه نحن ما بنتكلم بالنظرية، نتكلم بالواقع. الناس اللي لما جولوا بالبلد دي خراب، الأعراف والقيم والتقاليد ال 400 سنة بتاع التقل دي خلتها مضرب المثل تهدر، دي ما عندها قيمة عندهم، الفرق واضح. بعدين أولادنا البيو ديل نحن بنقول لهم اقعدوا على الماضي وبس، حققوا اهلكم، عندهم انفتاح وعندهم دور جديد، عندهم طموح ورؤيه مستقبليه ممكن يسوقوا البلد دي لقدام. ولذلك انا بفتكر انه الناس يحسوا اخواننا اللي بيتفاوضوا في جوبا الان نزع عبد العزيز انه يجوا يشاركوا في التفاهم والفهم المشترك، يشوفوا احسن الطرق اللي يحزبها التغيير المؤسسي التنظيمي اللي بيه نحن نرجع بلدنا لك على صورة كانت على زمان. تواصل إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم أمس الأحد اليوم الرابع على التوالي احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، مما أدى للازدحام المروري في الطرق الداخلية. وفي ولاية البحر الأحمر أغلق محتجون الطريق المتجه إلى العقبة قبالة جبيد بسبب أزمة الماء واستمرار انقطاع إمداد الكهرباء، وشملت الشوارع المغلقة بالخرطوم كل من شارع النيل ومدرمان وشارع الأربعين بجانب طرق أخرى، فيما وجهت حكومة ولاية الخرطوم الأجهزة الشرطية والعدلية بالولاية بالتعامل مع هذه المجموعات والإصابات المتفلتة وفقا للقانون، مشيرة إلى حالات عنف متعددة من الإصابات والمجموعات المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم وعلى الممتلكات العامة، ونوهت إلى تحركات من فلول النظام المبات لخلق حالة من الفوضى. من جهته وضع مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة زين العابدين عثمان قوة شرطة الولاية في درجة الاستعداد القصوى، ووجه بتعزيز أجهزة جمع المعلومات ونشرها ميدانيا، وذلك لحماية حق المواطنين في التعبير السلمي وحمايتهم من الذين يستغلون المسيرات السلمية في الاعتداء على المواطنين ونهبهم. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص: ثورة ديسمبر العظيمة ما أتت بهذه الثورة من أجل فشل الحكومة الانتقالية. الحكومة الانتقالية الليلة
الفشل الذريع الموجود داخل هذه الحكومة الغريبة، كل يوم بتزيد معاناة المواطن، خلت انه الناس بتفكر في انه والله خالص الشباب الهجرة، بتفكر في انه الناس يعني هل حتطلع تغير للمرة الثالثة زي ما بيقولوا تصب الثالث؟ سؤال موجه لحكومة الفترة الانتقالية، ما في سلطة بدون انياب، هل انتوا عندكم انياب عشان تفرضوا سلطة القانون وسلطة الدولة والسلطة بتاعت المدنية والديمقراطية؟ من جهتها قالت لجان المقاومة بالعزوزاب إنه محمد الطيب عضو لجان مقاومة العزوزاب تعرض لمطاردة من عدة أشخاص بزي مدني، بعضهم يرتدي بدل سفاري اشتراكية، وثلاثة ملسمين، اثنين منهم يستقلان دراجتين ناريتين. وقالت في بيان لها إنه الواقع حدثت بالقرب من الترس الذي شيدته مجموعة غريبة عن المنطقة شرعت في عمل عنف غير مبرر ضد المواطنين، وأوضحت إنه المطاردة حدثت أثناء محاولته للاتصال ببعض الثوار لطلب العون لفك التروس، وقال إنه المجموعة نادته باسمه وطاردته تطلب منه التوقف وإلا أطلق عليه الرصاص، إلا أن الثائر استطاع اللجوء لأحد المنازل بالحي. من جهته دعا تجمع الأجسام المطلبية استبدال تتريس الشوارع بالمواكب لأنها تحولت إلى مواجهات بين المواطنين، بينما دعت حركة بلدنا إلى الحد من تتريس الشوارع في هذا الظرف حفاظا على السلمية وعدم هدم رمزية الترس وشهدائه. من جهتها دعت لجان المقاومة الكلاكلة جنوب الخرطوم لتشكيل لجان السلامة العامة لحفظ سلامة المدينة كلها من محاولات نشر الذعر التي تقوم بها قوى معادية للثورة. احترقت أمس الأحد باخرة في الميناء الشمالي ببورسودان، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على معلومات حول أسباب الحريق والخسائر الناجمة عنه. وكانت هيئة المواني البحرية وقعت اتفاقية مع شركة ميناء هامبورغ الاستشارية نهاية الأسبوع الماضي لمدة 6 أشهر لتحسين أداة محطة الحاويات الميناء الجنوبي، وتضمنت الاتفاقية تحسين الأمن والسلامة وتدريجيا على توفير أدوات ومعدات محطات الحاويات وتدريب الموظفين وتحسين الفرص المستقبلية على أن يتم بدء التنفيذ فورا. تمكنت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى المجتمعات المتضررة من النزاع في المناطق غير الحكومية الخمسة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة الحلف في ولايتي جنوب كردفان والنين الأزرق لأول مرة منذ 10 أعوام. وشارك في البيسة كل من ممثلي برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا، واستمرت ب6 أسابيع. وزارت البيسة 5 من المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة الحلو بما في ذلك زوزاك وأمورا في ولاية النيل الأزرق وكاو نيارو ورشاد تقلي الجديدة والجبال الغربية في ولاية جنوب كردفان. وقالت كردياتا لو اندياي نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم منسق الشؤون الإنسانية بالسودان، تمثل هذه الاستجابة اختراقا كبيرا في الوصول الإنساني والاستجابة للمجتمعات المتضررة من النزاع التي لم تصلها المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في السابق. وقدم برنامج الغذاء العالمي 100 طن متري من البسكويت المغذي إلى 25,000 تلميذ في 83 مدرسة في البيسات الخمسة. وأكد وكالة الأمم المتحدة إن نحو 800,000 شخص في هذه المناطق في أمس الحاجة إلى الإغاثة بعد سنوات من العزلة. أغلقت لجان المقاومة بالفاشر أمس الأحد مكتب وحدة المدينة برئاسة محلية الفاشر ومكاتب وإدارة النقل والبترول احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وبقية أسعار السلع الأساسية. وطلب المحتجون بإقالة والي الولاية وإقالة مديرية المالية والنقل والبترول بجانب مسؤول السلع الاستراتيجية. ورفع المحتجون شعارات وطالب بضرورة إصلاح حال الخدمة المدنية وإنفاذ برنامج سرعتي، كما أعلنوا عن مقاطعتهم لكافة البرامج باتباع برنامج التصعيد الثوري من أجل تصحيح المسار. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص: المرحلة الجاية ما حنقفل المحلية ولا حنقفل دارة النقل والبترول، حنقفل الولاية ده كلها، حنقفل كل الولاية، حنقفل الولاية كلها، حنقفل كله. كل الكلام اللي محتاجين لكم انتم لما نطلع ما بنقفل عشاننا، عشانكم انتم. الواقع في ولاية شمال دارفور انه اقرب حاجة تمر على الوقود، لكن لما يكون صفيحة الوقود او البنزين
فيها الخرطوم ب 5200 ويجوا الى شمال دارفور يبقى 8000 شايلين 3000 يقولوا قادر يسوق خدمات، وين الخدمات؟ وصفت القيادية عضو لجنة نقابة أطباء السودان والناشطة الحقوقية رئيسة منظمة لا لقهر النساء دكتور حسام فقيري وصفت المشاركة السياسية للنساء بالضعيفة جدا، وقالت في مقابلة مع راديو دبنجة ضمن سلسلة تساء ملهمات أن الثورة بوجه عام قد سرقت من قبل أناس لا علاقة لهم بالشعب ولا تلبية طموحاته، بل جاءوا منفذين لأجندة الغرب. ودعت النساء لتشكيل قوى الضغط داخل الأحزاب السياسية حتى تكون القضية النسوية أولوية وجزء هام في العملية السياسية، وقالت أن قضية مشاركة النساء معقدة ولكن يمكن معالجتها، وأشارت إلى أن ما تم إلغاؤه من مواد في قانون النظام العام 152 الزي الفاضح و 154 الزنا وإدخال المادة 141 ما هو إلا درء للرماد في العيون لعدم وجود عقوبة. وفسرت فقير تزايد نسبة القهر الأسري مؤخرا بأنه مشكلة المجتمع السوداني والأسرة التي لم تستوعب متطلبات الجيل الجديد الراكب راس الذي يختلف عن الأجيال السابقة المتصفة بالاستكانة لقوانين الأسرة، مما يتطلب المزيد من التوعية. وكشفت أنه لا لقهر النساء عضو في لجنة التشريعات ولديها بديل لقانون الأحوال الشخصية. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 10 وفيات و167 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 4 أيام من الأربعاء وحتى السبت الماضي. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي إن العدد التراكمي لحالات الوفاة ارتفعت إلى 2731 حالة والإصابات 36304 حالة. وفي ولاية نهر النيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و8 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام من الخميس إلى السبت. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا يوم السبت، وقالت أن عدد الحالات النشطة بالمنزل بلغت 39 بينما بلغت عدد الحالات بمركزي العزل في دونغولا وحلفة 4 حالات. اتهم والي شمال دارفور محمد حسن عربي اللجان الشعبية المشكلة لمراقبة استلام مقرات اليونمت في سرف عمرة وكتم وشنقل طوباي بأنها السبب الرئيسي لحالات نهب المقرات. وقال في مقابلة مع إذاعة الفاشر أن اللجان التي شكلت في سرف عمرة وكتم لاستلام مقرات اليونمت خصصت لوضعية حوافز من مبيعات ممتلكات اليونمت بواقع 75 ألف جنيه لكل عضو، ووصف ذلك بالفساد خاصة وأن عمل اللجان طوعي، وأشار إلى حل لجنة كتم ونوه إلى سرقة ممتلكات قيمة من مقر اليونمت في شنقل طوباية، معلنا عن تدابير لاسترداد المسروقات بالتعاون بين الشرطة والإدارة الأهلية. وأضاف عربي في هذا الخصوص: المؤسف أنه اللجنة بتاع السرقون أكثر من 70 شخص قاموا من الجروش بتاعة الحاجات الباعوها دي، أدى أي واحد فيهم أدى نفسه 75 ألف جنيه 75 مليون قالوا حافز، وده نفس الحصل في كتم. أن إحنا مشكلتنا الأساسية إنه الفساد ده ما فساد بتاع الناس اللي بجوا بيعتدوا على المعسكرات من الخارج، هم فساد المسؤولين نفسهم. في كتم برضو اللجنة دي ونحن حلينا أدت نفسها أكثر من 75 ألف لأي زول كحافز. الفكرة شنو؟ أنا الأفضل ليا إنه المعسكر ده أنا أفتحه للمواطنين، أي مواطن يشيل الفيه والنسيب. إذا كنت تجي أنت تدعي إنك تقول لجنة محلية وتمثل المواطنين وجاي تشتغل تطوعا وتشيلوا لكم أكثر من 4-5 مليار من القروش دي. وفي ذات الموضوع قرر والي شمال دارفور محمد حسن عربي بتزايد عدد البلاغات عن أعمال النهب والاعتداءات في الفاشر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونوه لانتشار السلاح الأبيض والإصابات، وأرجع ذلك للوضع الاقتصادي وعدم لجوء السلطات للعنف في مواجهة المعتدين. ودعا عرب النازحين في معسكرات زمزم ونفاشة والسلام للإسراع في تحديد هوية المعسكرات وتحديد مصيرهم، موضحا أن الوضعية الحالية للمعسكرات لا تساعد على الحلول الأمنية والخدمية الجذرية. وأضاف في هذا الخصوص: الموضوع ده أكثر من 3 شهور الشكاوي والتقارير نفسها بتتكلم عن زيادة ظاهرة السكاكين والسلاح الأبيض المنتشر في المدينة، عن عصابات صغيرة بتقوم بأعمال بتاعتنا وابتزاز واعتداء وكده. طوال الفترة الفاتت دي برضو واحدة من المسائل اللي كنا بنناقشها على مستوى لجنة الأمن وعلى مستوى شرطة الولاية
انه كيف احنا كيف نحد من الزاهرة دي، والواضح انه هي دي زاهرة على المستوى الوطني العام، مسألة السكاكين وكده. المشكلة دي عندها اسباب، واحد فيهم الوضع الاقتصادي البالغ السوق، بحيث انه اصبحت الجريمة نفسها مصدر بتاعت رزق. رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بإلقاء القبض على جعفر عبد الحكم إسحاق الذي أدخل من ولاية وسط دارفور يوم السبت وجرى نقله إلى الخرطوم. ووصفت المنسقية القبض على جعفر عبد الحكم بالخطوة المهمة التي قامت بها حكومة ولاية وسط دارفور، وقالت أن جعفر وعلي كوشيب وأحمد هارون من ضمن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في وادي صالح ومناطق مجر وبندسي وادي ليك. وجددت المنسقية تأكيدها على أهمية تحقيق العدالة في جرائم القتل الجماعي والفردي والاغتصاب والسلب والنهب والاختطاف والتعذيب والحرق والتشريد والاعتقال في أقاليم دارفور. وجددت مطالبتها بتسليم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. أعلن اتحاد غرف النقل زيادة تعرفة نقل الركاب بين الولايات بنسبة 86% اعتبارا من أمس الأحد، وأرجع الاتحاد زيادة فئات تذاكر السفر نسبة للزيادة التي طرأت على سعر الوقود بنسبة 128% وانخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. ودعا الأمين العام للاتحاد حسن عبد الله في قرار له بناء على توصية اللجنة الدائمة للتعرفة، دعا غرف النقل الفرعية ولجان التشغيل في الولايات لتنفيذ القرار. حددت الوساطة يوم غد الثلاثاء موعدا نهائيا لعملية التفاوض بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية شمال، وقال تدقل واكن المفاوضات المباشرة بين الوفدين ستستأنف اليوم الاثنين في فندق بان أفريكا بجوبا بعد رفعها السبت بطلب من الحركة الشعبية. وأوضح المستشار تود جولواك في تصريح صحفي أن وفد الحكومة قدم مقترحات بشأن بعض القضايا الخلافية السبت، وأن وفد الحركة الشعبية شمال طالب يوم الأحد مهلة لدراسة هذه المقترحات والرد عليها في جلسة التفاوض المباشر التي ستعقد اليوم الاثنين بفندق بالم أفريكا بجوبا. وقال بالرغم من إعلان الوساطة أن يوم أمس الأحد يعد نهاية للتفاوض، إلا أن الوساطة رأت أن تتيح الفرصة لوفدي الحكومة والحركة لمناقشة القضايا المختلف حولها كل على حدة لإيجاد المعالجات اللازمة لها. وأضاف تود جولواك في هذا الخصوص: إحنا قررنا حنا يوم الاثنين نجلس، ويوم الثلاثاء يكون ممكن يوم النهاية للتفاوض إذا كان وصل الأكوان باتفاق مرضي وبرضي شعب السودان. نحن ما عدنا نعطم المواطن في السودان، نحن نفوض التفاوض بدون اتفاق. نحن بصير لحنا نحن لازم نتفق لإعلان مبادي ونتفق لكل شيء اتفقنا عليه، زي والغير كان اتفق رئيس البروان والرئيس الحركة الشعبية. ونحن بعدها وكنا وقع على اتفاق نرفع جلسات وشان تعال نجي نفوض تفاوض رسمي في بنود الذين الناس يفوضان حنا مبنود بنود معروفة، البنى سياسي، البنى قضايا سياسية وبنى قضايا التكتير الأمنية وبنى الإنساني. من جانبه أعلن الناطق الرسمي باسم الوفد المفاوض للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال كوكو محمد جبدول إحراز تقدم كبيرا في النقاط المختلف حولها، ولا تزال بعض المواضيع تحتاج إلى مزيد من النقاش. وأعرب في تصريحات صحفية عن تفاؤله في الوصول لاتفاق وثيق بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية، وقال إنه المهم هو الوصول إلى حلول متفق عليها وليس الإطار الزمني. وقال إنه الحركة اقترحت على الحكومة إجراء إصلاح أمني تقوم فيه بدمج كل الجيوش الموجودة في السودان الآن في جيش واحد، ثم بعد ذلك يحدث الدمج التدريجي للجيش الشعبي في ذلك الجيش الموحد. رفعت الكوادر الطبية بمستشفى البرجيك بالولاية الشمالية إضرابها يوم السبت بعد تلبية وزارة الصحة الولائية جزء من مطالبها المرفوعة. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مدير عام الصحة بالولاية عين 3 أطباء، أحدهم وصل المستشفى بينما الآخرين سيصلان خلال اليومين القادمين. وأوضحت المصادر أن التجهيزات الأخرى بما فيها ميز الأطباء تجري الترتيبات فيها بواسطة حملة لجان المقاومة للبناء. الخبر الأخير في النشرة: قال سليمان صندل مسؤول الشؤون الإنسانية في حركة العدل والمساواة إن هناك مجموعات تعمل بغرض تأسيس جهاز أمني داخلي جديد، وأن هذا المشروع قطع شوطا بعيدا. و
وأوضح في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه المجموعات ما زالت تفكر بعقلية السودان القديم، وأكد ضرورة إشراك جميع أطراف العملية السلمية في التخطيط للجهاز الجديد وتأسيسه وقيادته، وقال أن الشعب السوداني يجب أن يكون جزء من أي تخطيط قادم لإنشاء جهاز أمن داخلي جديد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.